سير عدول، انا عندي واحد الشاب كيف ما كيعرفوا الناس انا يتيمه وعندي حتى شي واحد، الام ديالي ميته يعني عندي انا واحد الشرط وخصني نضمن به المستقبل ديالي الدنيا والزمان هذا. انا عندي واحد الشرط، الا بغى يطلقني يحط لي 10 د المليون، هذا هو الشرط اللي انا عطاه. هو راه موافق؟ موافق اصلا. ماشي لا ماشي لا، ما كانش موافق بلاش. انا شرطت عليه في الاول، ما تنضحكش والله ما كنضحك، هما راه عارفين الناس انا كيفاش عايشه وكيفاش انا وكيفاش وقع الام ديالي، ما توليش تكرم فيا انا مره اخرى، ماشي حيت انا الري وانا الشو انا كلشي، لا الدنيا راه كدور. سمعتي الشرط؟ يعني الا كان هو موافق نسيني. سمعتي هذا الشرط قبلو؟ اه قلت راه قلت له هذه مده خمس زعما لن نخليهم. ماشي وقت، شوف ماشي وقت الضحك دابا، هضرت معاك على هذا الشرط قلتي لي انا موافق، انا موافق من حقك، داكشي اللي داز عليا ماشي قليل. فهمت. قدام خالي، قدام شوف تيفي، قدام العدول، غتكتب في الورقه، في الورقه غادي تكتب الا بغيتي تطلقني او تبغي تزوج عليا تعطيني 10 د المليون والاملاك اللي عندك تكتب معايا في النص. هادشي اللي انا بغيت، ماشي حيت انا الراري وانا رجله وانا ندير كلشي كلشي عليا انا، وفي الاخر ملي ربي الجناح يقول لي جود باي. لا متقبلهاش. ودابا الهضره راه ما كاينه زعما انا مسخلا، ما كاينش مسخلا، ما كاين والو الهضره اصلا ما كاينهاش. اسمح لي شوف الدنيا الهضره ما كاينهاش الدنيا. انا هضرت معاك دابا، كنتي موافق مرحبا نضرب معاك العقد، ما موافقش داك 13000 ديال الصندوق نمشي نتكلف ونتسلف ونرد لهم فلوس ونرد الناس فلوسهم. سدينا الموضوع احسن، كنتي موافق مرحبا باش يكتبها العدول، ما موافقش راه حنا تمامتي ترجع في حالاتي، حقي بغيت نضمنو من حقي، هادشي قلتي لي انت من حقك. ودابا ماني انا غنهرب عليك ولا انت غتهرب علينا، صافي نضربو حنا فلوس ونهنوا الوقت. لا صافي حنا مرتاحين. لا وراه يلا انا الاول يلا ما تعانسش معايا، انا كنتعاند معاك انا وياك، انت ما تهربيش وانا ما نهربوش، صافي حنا انت تهربنا الموت. غتقول اه نكمل معاك، ما غتقولش اه غنرجع في حالاتي. هي زعما لم تسعد شي واحد اخر ولا هذيك احسان ولا لا انت نهضر ما صافي. ولكن فاش تقول تعطيني راحي ودابا صافي قولي لا احسن ما تقبلهاش منك. انا غنهرب عليها والله ما نهرب عليها. واش قامت تعطي 10 مليون كتعوض؟ لا هضر ما كنهضرش معاك بايه، كنهضر معاك بفمي. صافي شنو هي صافي؟ قابل ياش؟ قابل طالع. شنو تعطيها شحال تعطيها؟ 9 مليون قالت هي حتى حالات بحالات ياش؟ طلاق حالات الا مشيتي تطلقها انت ولا يتزوج عليا. شرط اللي شرطت عليك الزوجه نتاعك وافقتي عليه عاد دابا قدام الملاء وقدام الاستاذ وقدام واش موافق على 10 المليون اللي قيدناه هنايا على ان في حاله القيام ديالك اجراء الطلاق باش تطلقها انت المحكمه فهمتيني؟ نعم تعطيها 10 ديال المليون. نعم هي 100000 درهم قابلها ولا ما قابلهاش؟ قابلها. قابلها لا لا؟ انا قابل. هاكم بخير هاكا وقع عليه ناس. هنايا يلا وقع عليه هنايا الله يعطيك الصحه الاسم والنسب والتوقيع ديالك والله يكمل بالخير.